في مسألة غريبة أنه خصوم أردوغان كأنهم زعلانين، يعني يعبرون عن سخطهم وغضبهم أنه أردوغان يقود تركيا إلى الخراب. بتحس في شيء غريب هون، أنه إذا كانوا بيكرهوا أردوغان ويحلمون بإسقاطه ليل نهار، ليش زعلانين؟ زعلانين أن تركيا الآن باقي لها لتكون في عام 2023 حسب الخطة التي وضعتها لتكون بين العشر دول الأولى بالعالم. يعني هل تريد أن إحدى الدول ستخرج من بين العشر دول الأولى بالعالم سيفرش السجاد الأحمر لتركيا ويقول لها تفضلي وخذي مكانك بين الدول العشر الأولى بالعالم؟ لا شك أن هناك سيكون مقاومة، ولا بد أن يكون هناك من لا يريد تركيا أن تكون دولة مركزية محورية، وخاصة في موقعها الجيوسياسي المميز في العالم. كثير من دول العالم تحلم أن تكون في هذا المكان، تحلم في مدينة مثل اسطنبول التي هي الوحيدة في العالم على قارتين، تحلم أن تكون في بلاد الأناضول التي هي خط الحرير التجاري عبر التاريخ. فلذلك أنا لا أستعجب، يعني لا يجب أن يكون هناك في أعداء. وكلما زاد الأعداء وكلما يعني بدأوا بحملة ضد تركيا، كلما الشعب التركي والحكومة التركية بالعكس زادت من رغبتها لتحول. جميل أستاذ غزوان، وصلت الفكرة تماما. خليك معي لو تكرم، ابقى معي أستاذ جلال.